أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم بواحد من ذن الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون تدزولنا رسالة على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، رسالة مكتوبة مطبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو اللي كتب لنا ومن وين، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام حياكم الله، ونبدي حلقة صوتكم اليوم من فلسطين. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للتضامن ويا الشعب الفلسطيني، بوقت يتعرضون به الفلسطينيين إلى أبشع الجرائم على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم. ولهذا سلط لنا قسم التواصل الاجتماعي الضوء على ما يحصل هناك، وأيضا على هذا اليوم اللي هو يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. في هذا الانفوغرافيك خلونا نشوفه. شكراً لقسم التواصل الاجتماعي. فلسطين هي قضية العرب من عقود، أكثر من 6 عقود، وهاي القضية الشغل الشاغل إلى العرب. لكن في وقت كانت العرب فيه قوية، ما كان أحد يقدر يسوي اللي دا يصير الآن في فلسطين على يد الاحتلال الغاشم وبتضامن دولي أمريكا وغيرها، ولا كانت القدس أعلنت كعاصمة إلى كيان الاحتلال. عندما كانوا العرب قوة واحدة، وعندما كانت القوة العربية الضاربة مثل ما شاهدتوا قبل قليل، كانت الدبابات العراقية في جنين وتحاول بالدفاع عن أرض فلسطين. والرئيس عبد الرحمن عارف رحمه الله خرج الدبابات العراقية تمشي على السرف من قواعدها العسكرية بالعراق إلى فلسطين، ورابطت في الأردن وفي سوريا في محاولة للدخول إلى فلسطين والدفاع عن أرض فلسطين. وكانت هذه القضية هي قضية العرب. لكن اليوم الملاحظ أنه العرب أصبحوا كجامعات الدول العربية،
استنكار وشجب وتنديد وماكو موقف صحيح. بمناسبة اليوم العالمي للتضامن ويا الشعب الفلسطيني، راح نسلط الضوء على هاي القضية أيضا في منصة إكس، ورا ما تحول هذا الشيء إلى وسم هو هاشتاغ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأصبح ترند اليوم والمغردون غردوا عليه، واختارنا لكم بعض التغريدات. عبد السلام الحربي يقول: التضامن مع أخوتنا في فلسطين ليس يوم واحد بل كل لحظة حتى تتحرر بإذن الله فلسطين وتصبح فلسطين الحرة. هاشتاغ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. هبة تهامي تقول: هاشتاغ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم وغدا ولآخر العمر ستظل فلسطين نبض لقلوبنا، حاضرة في دعواتنا، عقيدة راسخة لا نتركها. في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اللهم انصر غزة على طغيان الصهاينة. بيداء: في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نذكر ونشدد على الحق الفلسطيني في الكفاح المسلح حتى التحرير الكامل للأرض من النهر إلى البحر، وستبقى فلسطين البوصلة ومعيار العدالة والمدرسة الثورية لأحرار العالم. ومحمد السلاب يقول: التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس له يوم أو موعد، في مصر نحن حالة تضامن ومؤازرة مستمرة، لأن الجرح واحد والهم واحد، ومهما بلغ الإجرام ضد أهلنا فإن الحق سيسود في نهاية المطاف. هاشتاغ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. كانت هاي التغريدة واللي قبلها وغيرها وغيرها على هذا الهاشتاغ اللي تصدر ترند الوطن العربي اليوم والعالم. القضية الفلسطينية هي حالة مهمة إلى العالم. القضية الفلسطينية والذي يحصل هناك في فلسطين ليس بجديد. الصهاينة لما جو احتلوا فلسطين على ضوء وعد من لا يملك إلى من لا يستحق، وأنا أحكينا عن وعد بالفور، جو وياهم مآرب أخرى ورادوا يسيطرون على البلد، وسيطروا على البلد في ظل تقاعس كبير. فلسطين هي أولى القبلتين وثالث حرمين الشريفين. فلسطين اللي هي إحدى المقدسات بالنسبة إلى المسلمين والمسيح واليهود. فلسطين هذا المكان اللي كان من المفترض الأديان السماوية الثلاث تحافظ عليه، اليوم هذا المكان هو مجال للدمار والظلم والقتل والسلب والنهب والاعتقال وسلب الحقوق وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحقوق الطفل، كلها منتهكة في فلسطين بسبب أنه أكو مجموعة تسمي نفسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندها مواثيق ومعاهدات، من المفترض أنه هي تدافع عن هاي المواثيق وهاي المعاهدات، لكن كأنما هاي المواثيق مضروبة في عرض الحائط. نفس الشيء تكرر في حرب العراق عام 2003، ماكو إجماع أممي، ماكو قرار أممي، لكن الحرب قامت والقوانين ضربت في عرض الحائط. إذا نرجع شوية لورا، نفس اللي صار بملجأ العامرية، جريمة حرب بكل معنى الكلمة، لكن ضربت قوانين الإنسانية عرض الحائط بسبب تقاعس مجلس الأمن والأعضاء الستة الكبار والدول الأخرى عن هذا الأمر. عندنا اتصال من النجف، تفضل. أبو علي من النجف، حياك الله يا أبو علي. أبو علي من النجف حياك الله، تفضل. السلام عليكم قناة الرافدين. عليكم السلام. إيه أخويا قناة الرافدين. هلا بيك. هلا بيك. حبيبي بالنسبة للعرب إحنا بس نجذب وندين، هاي يعني مع احترام وفعل فعل جبان هذا، يعني إحنا العروبة وين راحت يعني؟ نعم. يعني ما أعرف شنو يعني نجذب وندين وفلسطين تدمرت تدمر.
طيب أبو علي سؤال، أبو علي سؤال، عوفنا من العرب، خلينا خلي على قولة المثل كل من يحكي بهمة، خلينا نحكي بالداخل. اليوم الحكومة اللي موجودة بالعراق هي حكومة إطار تنسيقي، تمام؟ وحكومة أحزاب. شنو رأيك بموقفهم اتجاه اللي دا يصير في فلسطين؟ أول شيء موقف فصائل ميليشيات جبان، أول شيء أعتبره أنا هذا اللي نعم. هم جاي يطققون طقاقيات على القواعد اللي بالعراق، القواعد الأمريكية اللي ما هزت هلقد من الأمريكان. لا، وطلع فيلم مفبرك هاي مال القواعد الأمريكية، ولا قاعدة انضربت، أبشرك. يعني أنتوا لا هجي كانت لكم فلسطين وغزة، روحوا حاربوا بيها، روحوا قاتلوا يا أخي، روحوا هناك ضحوا، روحوا هناك دافعوا عن فلسطين. ليش أنت بالعراق تزعزع الأمن هاي؟ نعم. وكل شيء ما تقدر تسوي للأمريكان. نعم. ما أعرف شنو السبب، يعني ما أعرف هاي الميليشيات هاي شو تريد من العراق، وين تريد توصل ما أدري والله العظيم. نعم. تريد يعني تريد الشعب العراقي يصير مثل فلسطين وينغزي ويتدمر؟ ما أعرف وين يردون يوصلون يعني من العراق والله العظيم، ما أعرف يعني شلون الحل وياهم. نعم. زين انت ذي فلسطين وراح حارب بها يا اخي، حاطك طقاقيات هنا شكو. العراقي العراقي انت غيره اذا تسمع العراقي ابو غيرك يعني، بس ما عندهم قائد شجاع يقوده، قائد شجاع ما في يقيده، باقي بس هاي الميليشيات اللي تطقق طقاقيات هنا في العراق هذا شوفون وشوفون وكل شيء ما يقدرون يسوون. ذيك فلسطين وروحوا اذا بكم حظ وهج شجعان انتم، مع الأسف ما أعرف يعني. تحياتي لك حياك الله. حياك الله. يعني الأخ أبو علي اللي حاول يقول أنه تطبيقا إلى المثل يقول الفرس بخيالها، إذا كان الفرس شجاع، الفرس شجاعة، إذا كان مغوار الفرس مغوارة، إذا كان قوي وصنديد هي كانت نفس صفاتها، أما إذا كان الفارس جبان فرح تجبن وياه. فهذا اللي قصده لما يقول لك أنه الشعب العراقي أبو غيرة بس ما عنده قائد شجاع. أبو عبد الله من صلاح الدين، أبو عبد الله من صلاح الدين انقطع الاتصال وياه. نروح هسه إلى العراق، العراق اللي بيه مصايب من 2003 إلى اليوم، وفي كل شهر يرجع العراق عشرات السنين إلى الوراء بسبب اللي راح يصير بنتيجة السياسات الخاطئة والإدارة الخاطئة. وراح نبدي بقضية التعليم. أولياء الأمور بمدرسة التهاني الابتدائية بناحية الشيخ سعد بمحافظة واسط طالبوا المديرية العامة للتربية في واسط أن يعالجون نقص الكوادر التدريسية بالمدرسة. الأهالي هناك وضحوا أكثر من مرة مشاكلهم هاي، لكن الإدارة المحلية والمركزية والوزارة كأنما ما موجودة، ما تسمع، ما تشوف، ولا أكو شيء بالموضوع. الأهالي إيش قالوا؟ قالوا استبشرنا خير بالتسوية وراء رفض الناحية بكوادر تدريسية المطلوبة، لكن للأسف الشديد نقولها هاي التسوية زادت من معاناة المدارس وفاقمت من إرباك العملية التعليمية وتأثر الطالب بهذا الشيء. يعني يجي معلم أسبوع ويرجع، ومن الضحية بهذا الشيء هو الطالب. فإذا عندكم هذا الفيديو من واسط، خلينا نشوف اللي طالبوا به المعالجة. ناشد السيد وزير التربية والسيد مدير تربية محافظة واسط المحترم بإرسال كادر تعليمي إلى مدرسة التهاني، وذلك لنقل أكثر عدد من المعلمات، وهذا يؤدي إلى نقص التعليم ونقص في الكادر. فنناشد ناشدة أبوية بإرسال كادر تدريسي تعليمي إلى مدرسة التهاني الابتدائي. هذا الفيديو اللي طالبون به بكادر تدريسي، يعني الناس قامت تركض ورا الحكومة ورا الوزارة، يا بشتغلوا سووا شغلكم. بالمقابل الخريجين قاعدين على الطالب الطالة، والطالب اللي تخرجوا من ضمنهم المتفوقين قاعدين ببيوتهم لا شغل ولا عمل، بوقت مدارسنا ما بها كوادر تعليمية، والوزارات نسبة الإنتاج بها صفر لأنه ماكو تعيين، والتعيينات بالعراق تباع بيع أو تستغل لأجل مآرب أخرى أو تستغل لأجل المحسوبية والتقرب من هذا الحزب وذاك. بالمقابل منو دا يوقع بها؟ دا يوقعون بها ذولة الناس، الأهالي
اللي بلهجتنا الدارجة نسميهم ولد الخايبة، اللي صاروا هم المراقبين إلى عمل الحكومة بوقت كان من المفترض أن يكون البرلمان بنوابة 365 إيش قد هم يكونون هم السلطة الرقابية على عمل السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية اللي تشرع القوانين وتلزم السلطة التنفيذية اللي هي رئاسة الوزراء والمحافظين في تنفيذ هاي القوانين، هي مساءلة على مراقبة عمل هاي القوانين. لكن اللي يصير شنو؟ أكو قوانين دا يقروها حسب مزاجهم مو حسب راحة المواطن، ومع ذلك هاي القوانين يشتغلون بها ما يشتغلون بها بكيفهم. الجماعة ماشيين على القول اللي يقول البيت بيتي والعبي بكيفي. أما بالبصرة، أهالي منطقة الصالحية سووا وقفة احتجاجية بخصوص ثانوية الصالحية للبنين، مرحلة نهائية، مرحلة الطالب يطلع من أداء طب كلية يعني أساس. لكن هاي المرحلة تخيلوا أن الطلاب يطبون ويطلعون ومدرس مادة الفيزياء ما موجود من بداية السنة الحالية، يعني إحنا صرنا بشهر 12 أو راح نطب بشهر 12، فأكو 3 شهر بهاي القضية. فالناس يقولون شنو الحل وش وقت تنتهي هاي القضية بمنطقة الصالحية في قضاء شط العرب؟ خلونا نشوف. شط العرب أستاذ زهير الرجل كتب أستاذ زهير وناشدنا الأستاذ رزاق معاون مدير الدكتور حسين مدير تربية البصرة، بقى بس المحافظ ما ناشدناه وزير التربية. يا محافظ البصرة ناشدك، إحنا مدرسة متوسطة 800 طالب، 800 طالب ما بيها مدرس فيزياء، والثالث متوسط 339 طالب ما عندهم مدرس فيزياء، يعني الله يرضاها، وجاي لامتحان وزاري الفصل الاول انتهى. بعد ان يئسنا من وزارة التربية ومن المعنيين للتربية نوجه مناشدتنا الى محافظ البصرة اسعد العيداني، هلة الهلة سيادة المحافظ الحق للعالم. 800 طالب ومدرس فيزياء ما عندهم، وثانوية واحدة ل 300,000 نسمة يمكن، وإعدادية ماكو، هاي بنايتها نازلة عن الشارع يمكن 3 أمتار نازلة ذاك الشارع العالي. هذا الحال اللي موجود بالعراق. أنتم دا تلاحظون العراق كل ما يبدي بي شيء يفضح المصايب اللي موجودة، يعني بدأ العام الدراسي فضح تقصير وزارة التربية في أداء واجبها، كتب ماكو، كوادر تدريسية ماكو، مدارس صالحة للبيئة التعليمية والتدريسية ماكو، مناهج تدريسية ماكو، وبالمقابل أكو مدارس طينية بال2023، أكو مدارس كرفانية بال2023، أكو دوام مزدوج وثلاثي ورباعي بال2023، وأكو تقصير. بدأ المطر بالعراق وشفتوا اللي صار بالعراق من فيضانات ومن دخول المياه الى منازل المواطنين ومن مشاكل، والطلاب شلون مدى يقدرون يروحون المدارسهم، واكو بيهم رجعوا لبيوتهم بسبب الطين، لانه الشاب العراقي والتلميذ والطالبه قام يخوض ببرك من الوحل نتيجه السياسات الخاطئه. ذني مثاليا المطر وبدايه العام الدراسي، فيا ترى شو وقت راح تفكرون تصلحون هاي الأمور؟ والوزارة عندها علم أنه منطقة الصالحية في قضاء شط العرب بالبصرة الثانوية مالتها بنقص أستاذ لو ما تدري. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت علي الصالحية مهملة من كل النواحي، إلى متى يا حكومة؟ سلام سامي، عمل متعمد حتى الأهالي ينجبرون يخلون أولادهم بمدارس أهلية. مهدي الشريف، كل العتب على السادة المسؤولين، منين أكو مدرسة ما بيها مدرس فيزياء لصف الثالث المتوسط؟ شلون راح يجاوب بنهاية السنة الما عنده يخلي أطفاله بالأهليات؟ يضيع مستقبلهم. أحمد علي، للأسف الشديد التعليم يسير نحو الهاوية بسبب وزارة التربية. وهذا ثاني شيء اللي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تشتغل حتى تدمره. بوقت العالم كله يحارب التعليم الأهلي في سبيل أنه يكون التعليم الحكومي هو أعلى، لكن وزارة التعليم العالي تحارب الجامعات الحكومية
لدرجة أنه هي تريد تفتح دراسات عليا بالجامعات الأهلية. ليش المالات مثل ما نسميها أعلى والمدارس كذلك؟ وزارة التربية بدل ما تفكر ترفد المدارس الحكومية بأساتذة وترفدهم بمناهج تدريسية ووسائل تعليم ورحلات وغيرها 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 حتى تكون بيئة صالحة للتعليم، لا، هي تدمر هذا الشيء، والمنهاج يروح للأهلي والرحلات تروح للأهلي والوسائل تروح للأهلي والأساتذة يروحون للأهلي. ليش؟ حتى الطالب أبوه ينجبر يقول أنا شو موازيني أروح أوديه بمدرسة ما بيها لا أستاذ ولا بيها مناهج ولا بيها شيء وما يتعلم شيء، وتاليتها يطلع عندي مثل ما يقولون كل شيء ما يفتهم، لا أروح أوديه بالأهلية ويدفع أكثر. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، جبت على قضية فلسطين. نعم. أنت تقول القادة العرب، القادة العرب هم نفسهم يعني الدول العربية كلهم هم ذيول لإسرائيل ولأمريكا. يعني أنت هو ذيول لإسرائيل ولأمريكا تدي يحارب أمريكا وإسرائيل. واليمن بعد أضرب، اليمن بعد أضرب من الدول العربية. يعني من الذي قاتل؟ وأنت تقول شلون الخيال، ما أدري شلون قلتها، يعني الخيال بيش عمي؟ هذول خياله ماكو على الشعب العراقي، على القمع العراقي، على ثورة تشرين، على المتظاهرين يطالبون حقوقهم. وجبتها على التعليم، راح اطلع من هذا اللي يسموه، جبتها على التعليم. التعليم يا تعليم هذا عمي، ماكو تعليم. من تجي تقيس هسه ماكو ابسط شيء، يقول لك تيد ابنك ينجح، هذا الكتاب بهالقد هالقد، هذا الكتاب بهالقد، هذا الكتاب بهالقد، تسعيره عنده المدرس او المعلم صارت تسعيرة. يعني خلنا نرجع لورا، نرجع لورا من هم يقولون زمن الطاغية. زين زمن الطاغية شو؟ ماكو مدارس أهلية. زمن الطاغية شو؟ ماكو دروس خصوصية. نعم. يعني ماكو كل هاي، كلها ما موجودة ولا شفناها. شفناها سبب جديد، وبالأخص من 14 ورا، يعني جامعات أهلية، مستشفيات أهلية، يعني كل أهلي أهلي أهلي. شلون يعني العراق وين راح يروح؟ للهاوية غير؟ للهاوية. احنا لحد الآن بعدنا بخير، لحد الآن احنا بعدنا بخير، بس احسب على 24 و 25 شلون؟ وين كل شيء؟ يعني أنا أفرض عليك فرض، أنت بتجيب ابنك درس يمي؟ فرض ابنك، أنا ما فهم كل شيء بالمدرسة، أنا كمعلم ابنك ما فهم كل شيء بالمدرسة، بس تنجبر ينجبر أستاذ أفل بس يجيب ابنه على المدرسة الأهلية أو يكمش لها معلم أو يكمش مدرس، وهذا وهي كلها نحو الهاوية. أنت من ترجع كلها يعني معامل جلود، معامل نسيج، معامل هاي كلها انتهت، ما عليها السلام. نعم. أخاف ولا ثلاثة شغلات بسيطة. نعم. يعني قلت لك وقبل يومين أنا قلت لك، يعني السنة بالصيف الموسم الصيفي مال الإذرة، الإذرة الصفراء. نعم. نتوطن من الدولة، يقولون دولة ما ادري عاد تحضر، يقولون من الدولة ب 940,000. نعم. هسه على الموسم الشتوي مال الحنطة انطوب 1,840,000. نعم. الطن 1,840,000، بينما موجود الأردني والياباني بالسوق. انا العد احكيك، انا اخذته من السوق الأردني بمليون وربع، وانت يقول لك العراقي، والعراقي مو الاولي، العراقي انغش باقليم كردستان، هو اتراب نفسه شلاك ونوبات تربة احسن من عنده، كل فايده مبي هذا. نعم. عين طول الفلاح، يعني هذا تدمير للزراعه لو ما تدمير للزراعه. انت تقصد طن البذور لمحصول الحنطه؟ لا 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 لا، طن الكيمياوي، طن الكيمياوي مو البذور. ها. طن الكيمياوي الداب حبيبي، انا فلاح، انا على احتياج فلاح. موسم الصيفي مال الإذرة الصفراء استلمنا 940,000 أو 930,000 في الحق الصك، يعني صار تقريبا بمليون. هسه من الدولة تسعيرته بمليون وثمانمية وأربعين ألف، ويا الصك ويا العمولة مال الصك يصير بمليونين، بينما قلت لك وصلت الأردني والياباني، الياباني بمليون وثلاثمية وخمسين بسوه، ياباني وجاي من اليابان. وين هذا الحكي تعال العزيز؟ نرجع لورا ونسولف. نعم. خليك الله وسع لي صدرك.
نعم. يعني من تجي تقيس هو يقول لك محمد الشاع السوداني يقول لك والله لازم نزرع بالتقنيه الحديثه، التقنيه الحديثه وزعت من التقنيه الحديثه وزعت مرشات زين. ارجع الزمن الطاغيه، زمن الطاغيه اللي يقولون هم عليه طاغيه، المرشه كانت ب 12 مليون وهي كلفتها على دوله صدام حسين 75 مليون وينطيك اياها ب 12 مليون خمس اقساطات. زين هسه وين هذا الحكي؟ خلي العمود الفلاح. نعم. ليش يطب المستورد؟ يطب المستورد بكي ايران تستفاد؟ ايران ما يصيرها حصار، اخاف تقول امريكا سوت حصار على ايران؟ شدب. امريكا عندها اسرائيل البنت المدلله والبنت الثانيه التوأم مال اسرائيل هي ايران. واللي يدفع الثمن العراق، تعاني وانت. نعم. واني ممنون منك استاذ. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. يعني قضيه دعم المنتج المحلي هاي قضيه مهمه، وعدم دعم المنتج المحلي هاي مصيبه المصايب اللي دا تصير بالعراق. يعني الفلاح لما يقول لك انا المحصول مالتي اغلى من المحصول الاجنبي ب 500 الف او 400 الف او 600 الف، المستهلك الرجل اللي يجي يشتري بالتاكيد راح يدور الرخص، خصوصا ببلد يعاني نصف الشعب من الفقر، خصوصا ببلد يعاني ربع شبابه من البطاله، خصوصا ببلد يعاني من قله الواردات. انا دا احكي على المواطن مو على الحكومه، خصوصا في بلد يعاني به المواطن حتى يلقى لقمه ياكلها فيروح يدور على الرخيص حتى يقدر يشتري. بالمقابل شنو اللي دا يصير؟ الفلاح يشتغل ومحصوله غالي، والمحصول الاجنبي ياباني اردني او من غير منشأ ارخص. في كل بلدان العالم المحاصيل الاجنبيه سعرها غالي والمحصول المحلي رخيص حتى هاي البلدان تدعم هذا المنتج او هذا المحصول، حتى منتجاتهم روحوا شوفوا افتروا بدول العالم تلقون دعم الى منتجاتهم من كهربائيات وسيارات واجهزه منزليه واثاث في مقابل الاجنبي، والزراعه كذلك الا بالعراق عندنا بالمقلوبي. جاسم من بابل حياك الله. جاسم؟ نعم من بابل. حياك الله يا جاسم، واذا امكن نصيلي صوت التلفزيون حتى تسمعني من الهاتف واسمعك زين. اي والله نصيته. نعم. هو على مود البرنامج. تفضل اخوي تعال. حياك الله يا جاسم. بس نصيلي التلفزيون يرحم ابويك. يرحم والديك. أيه. استاذ هي التعليم في كافة المحافظات. نعم. ماكو تعليم اساسي بالدولة. نعم. ماكو تعليم اساسي بالدولة، كله اتجهت للاهالي. نعم. اتجهت للاهالي. زين بهالحالة هاي اللي اتجه للاهالي الفقير ما عنده يقعد الطالب بالمدرسة من المدارس. نعم. يقعدونه. نعم. زين بهالحالة الفقير ما عنده يروح يودي ابنه للاهالي وما عنده فلوس. نعم. شغل ماكو، عمل ماكو. نعم. زين انا بهالحالة ما عندي فلوس ولا شغل ولا عمل، اشتغل يوم اشتغل وشهر سنة قاعد. نعم. زين لمن اتجه؟ لمن اروح؟ هل اروح اقدم فراش يقول لي الا شهادة؟ زين زمن صدام حسين ما صار فينا هيك، هسه هذا الحكم هذا هسه اللي كله الا واسطات تتعين يقول لك 60 ورقه 70 ورقه، منين نجيب احنا 60 ورقه و70 ورقه؟ انا عندي 60 ورقه لو 70 ورقه اخاف اعيش بها عائلتي. والله والله انا حاليا هسه قاعد يمكن شكل لك اذا تنكتني ما تلقى ربع. زين بهالحاله انا منين اجيب؟ شنو تشتغل جاسم؟ مدارس عندي. زين انا عندي مدارس اروح ادفن للاهالي بالشهر 500 الف منين اجي؟ شنو تشتغل جاسم؟ كاتب اشتغل اعمال حره. نعم. زين يوم اطلع عماله وثلاث سنه قاعد. نعم. كاسم. لا راتب عندي لا تعين اكو. زين اخ جاسم سؤال، بس ولنفرض انك لقيت شغل اعلى يوميه تاخذها باليوم ايش قد؟ والله 10000 دينار من الصبح لليل.
نعم. وحق كل من عنده جاه عند رب العالمين. من الصبح من الخمسة الفجر للخمسة بالليل. أنا عندي غاية من سألة هذا السؤال. عندي غاية من سألة هذا السؤال. يعني إخواني مشاهدين، جاسم إذا اشتغل 30 يوم ما انقطع عن العمل ولا يوم، ويوميته 10,000 بالشهر يطلع 300,000، ويقول لك الطالب الواحد بالمدرسة الأهلية 500,000، يتداين الميتين زين أهله وبيته شياكلون شي يشربون، شلون يجيب لهم مي وغاز وغيرها وغيرها من اللوازم. زين بهالحالة منين أجيب؟ نعم. زين أنا بهالحالة منين نجيب؟ وجوز أكو ناس، يجوز أنا أقدر أدبرها، أكو ناس ما عندها تعيش الخبزة حصرة عليها. نعم صحيح صحيح. زين أكو ناس قاعدة حتى يجوز بيوت شعر والبريد والشتاء والصيف وهذا البرد اللي يجي. أنا أقول الحمد لله وشكر قاعد جوا سقف، أكو بعض ناس ما قاعدة جوا سقف. نعم والله العظيم. نعم زين هذا الفقير منين يجي؟ نعم شكرا شكرا لك اخ جاسم، وربي يديم هنام عليك ويخفف عنك ويخفف عن ابناء شعبنا العراقي. منطقه كامله بالنجف تخيلوا بدون ما يشرب، يضطرون اهالي حي النداء قرب شارع قنبر او شارع 60 ان يسحبون المي من منطقه ثانيه ويمدون انابيب جوا الشوارع حتى يوصلون مي لهم، ويتساءلون وين مجلس محافظة النجف عن هاي القضية ومجلسها البلدي من معاناة المواطنين. تعالوا نشوف. اريدك تشوف هاي الناس الشياب الجاي يسوي من جاي تشرب ماي. شوف هاي الصندات، شوف من تشرب ماي. طبعا هاي كلها امراض، الناس تمرضت، قسم من عندها امراض جلدية وقسم من عندها امراض سرطانية. يا أستاذ وقاص المحترم، الناس كل الشرفاء طبعا، هذا ملحق النداء شارع قنبر ملحق. طبعا ذيك الجهة اللي نصورها يا أستاذ وقاص اللي قدامنا ذيك الجهة أبي نهائيا ماكو شبكة ماي نهائيا ماكو، فتضطر العالمين تسحب يا أما تحفر التبليط يا أما من جوا القاع تحفر وتسحب منها ماي. مسافة بعد كيلوين 3 كيلوات، اللي عنده واسطة هناك على الشارع وعده يعني ظهر قوي جابوا له جروا له ابي من الشارع، عمو ما عده له هاي الواجب منها اللي ما عده طب مرض على قولتهم المصري. يعني العراق وراء 2003 بسبب الخلل في شبكة الكهرباء وتقاعسهم عن تصليح الأمر طلعت لنا مولدات وشبكة الوائرات اللي كل منطقة مغطية السماء بسبب هاي المولدات الأهلية. ورا فترة راح نشوف شبكة من البواري في محافظات العراق بسبب المي اللي موجود وما يوصل للناس. مواطن من النجف هنا دا يشكي لكم تحمل مشاق عدم وصول الماء إلى شبكة الإسالة لبيتهم من سنتين، ويأكد أنه أهالي الحي متعهدين من نفسهم تبرع للحكومة العراقية أنه هم يدفعون تكاليف مد وصيانة الأنبوب الجديد المنطقتهم حتى ينهون هاي المعاناة والتجاوز أيضا وإيقاف الهدر بالماء بسبب السحب الغير نظامي من أماكن أخرى. تعالوا نشوف. ظلنا سنتين قاعدين هنا، كاتلنا العطش، ملزقين تلزق الماي، متجاوزين على أبي وعابرين الشارع الرئيسي. نعم. أحكيك يا أستاذ. نعم. ماكو شيء مضمون. نعم. الشارع تفلش، تبليط هزم، هذا خسارة على الدولة ولا مو خسارة؟ خسارة. زين إحنا شنو ذنبنا؟ إحنا متجاوزين. مجبورين صح. مجبورين احنا يعني. مجبورين جارين باي. نعم. وراجعية المديرية حولوني للهيئة الأهلية من المحافظة. نعم. هيئة الفنية. نعم. هيئة الفنية واحد من المعاون المدير اخذ رقم تليفون وقال راح نطلع لكم. انتو كم بيت؟ قلت اكثر من 600 بيت. خوش تقديرا اكثر. حي كامل عم حي كامل. قال صار فساد عنده مرضى وناس تعبانة وشياب. نعم. ومتأذين. شنو ذنبنا؟ تجاوز احنا؟ لا مو تجاوز، حي رسمي. لاجئين؟ لا لا. مهجرين؟ لا عراقيين. لو عراقيين وبلدنا هذا واجب على الحكومة المحلية انه توفر لكم مي. 15 سنة قاعد 15 سنة قاعد اول واحد قاعد هنا يلا قبل سابقا يسحب بير من البير حافر له بير يسحب. يعني لما يطلع لك مواطن يقول لك يابا اني انطي للحكومة فلوس واني امد الانبوب على حساب الخاص بس خلي يجون يقولوا لي تعال مد وين، تخيل شنو الحال اللي واصل بالنجف.
ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، اول تعليق موجودي انا من فيسبوك بسام الغزالي، والله من المواضيع المهمه حي ما بي مي جريمه هاي. صفاء الحسيني، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اغلب حي النداء هيك، والاداره المحليه بكل دوراتها السابقه والحاليه مغلسه عن هذا الحي اللي يعتبر كاكبر احياء المحافظه. ابو علي الجبوري، معاناه المواطنين اولا وهدر بالمال العام ثانيا، والله الناس عايشه بالقدره، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلي ابو غنيم يقول نفس المشكله ونفس المعاناه لمجمع بيتي الثاني، الناس تمد الصوندات لمئات الامتار للحصول على المي، والمحافظ الله يخليه منطينا اذن الطرشه، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندي ياسر، حياك الله يا ياسر من الموصل. فيك يا مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخوي عندنا موضوع السجين، الله يرضى عليك. نعم. والله عندنا 2 معتقلين حولوهم على الساجي وعلى الحله وعلى الناصريه، وهسه هم بالحله. نعم. وراحوا ظلم، يعني ظلم. نعم. اي والله عاد مناشدات من خلالك الريد. طيب ايش قد صار لهم بالسجن وشنو تهمهم؟ والله سجنوا بال 2017 وابرياء منطقه 400 بيت تشهد لهم، يعني من جميع الطوائف. زين. شنو التهمه الموجهه لهم؟ والله ما نعرف، انحكموا على الوجه على اساس تشافوا وراحوا على الوجه، انحكموا على الوجه. لحظه لحظه اخي ياسر، انتم عندكم 2 محكومين وما تعرفون ليش محكومين؟ لا والله ما نعرف. ما اجاكم محامي؟ ما قالوا لكم دعوه؟ ما طبيتوا محكمه؟ ما شفتوا القضيه شنو؟ لا والله ما طبينا كل شيء، اي شيء. تشافوا وانحكموا على الوجه. ايش قد انحكموا؟ انحكموا 15. اسالك ليش راح تقول لي؟ اي والله ما نعرف. زين ما سالته ليش ذولا حكموا واكو تشابه مثلا، شنو تهمتهم؟ سالنا وما حد يعطينا جواب، رحنا على المحكمه يقول ارهاب، دكتور ارهاب شلون؟ هم شغله مخبر سري. طيب. اي والله. ودا تواجهوهم لو لا اخي ياسر؟ اي والله جاي نواجههم. نعم، وحالهم جوا السجن شلونه؟ والله حالهم تعذيب فول بالحلة، تعذيب فول حالهم. أكلهم، شربهم، منامهم، قعدتهم. والله أكلهم وشربهم موشي والله. نعم 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 نعم. شكرا شكرا لك أخي ياسر. الأخ ياسر يعني وأكو هواية من هاي الشريحة اللي هم أولياء أو ذوي المعتقلين يعانون من قضية تقاعس القضاء عن أداء واجبه الحقيقي، وأنهم صايرين كأنما بين فكي كماشة، بس يلزم التهمة جاهزة إلي وحسب الطائفة وحسب ما عارفين تسييس القضاء اللي هم يعانون من عنده، فيطالبون أنه عفو عام ويطالبون بتفعيل القضاء. ومثل ما قال الأخ ياسر يقول أنا عندي 400 بيت يشهد أنهم ما عندهم شيء، فتخيل كل هالكم من الشهود وانحكم، وليش انحكم؟ يقول ما أدري، يا طبيتوا محكمة؟ يقول لا ما طبينا محكمة. هذا بيا قانون قضائي يصير ما أعرف. مواطنين من النجف، راح نبقى من النجف بهذا الملف، يشتكون من الازدحامات اللي تصير بشوارع المدينة، وحملوا إدارة المحافظة المحلية ومديرية المرور مسؤولية عدم تنظيم الشوارع بالمدينة وعدم تنظيم السير والطرق في المدينة. وتعالوا نشوف هذا الفيديو. شارع الصف اللي يربط المطار يربطه بشارع كربلاء او يربطه بشارع ابو صخير. حاليا انا هذا المجسر اللي هو مال مشبه الصدر، الازدحام طبعا واصل مين؟ من مفرق الصناعي. وين هسه انا جاي اتمشى؟ هاي مستشفى الصدر الى ان ادخل وين؟ يدخلنا بالفتحه اللي يطبق بالمستشفى الصدر. يا محافظ النجف، يا مدير مرور محافظة النجف، بالله عليكم هاي ما دبرتوها. شلون تديرون وتدبرون تديرون محافظة بحجم النجف الأشرف؟ تسارع وتباطؤ للشارع اللي يؤدي من اللي يؤدي يطبق من هذا الشارع يطبق المستشفى الصدر. أثناء الدوام كل يومية هذا الموضوع يصير. ما تعرفون تسوون شارع طوله 70 متر يطلع وشارع يطبق 70 متر تسارع وتباطؤ؟ عمتوا هاي ما دبرتوها،
تدبرون إدارة محافظة. قضية الازدحامات والاختناقات المرورية تناولناها البارحة، مو بس من نجف، ببغداد وكربلة وغيرها والبصرة أكو ازدحامات واختناقات، بمعنى الاختناق بسبب الطرق المهدمة والصبات وقطعات والسيطرات، وإذا كذلك اللي هي بسبب بعض مشاريع الإعمار اللي هي مو إعمار، هي بعض المشاريع الاستثمارية اللي موجودة لسياسي أو متنفذ أو حزب أو كتلة أو شخص من الأشخاص، الحجي أو الخال سموه اللي تسموه، هذا المشروع يفيده بنى المشروع وما فكر بالبنية التحتية، لأنه المشروع ماكو بلدية تابع ولا أكو مهندس بالبلدية يتابع ولا أكوش أحد يدور وراء هذا المشروع، انبنى المشروع وخلص والمشكلة تصير بالمستقبل، وراها يبدون العالم أكو مشكلة صارت بسبب خطأ، يبدون يردون يحلون المشكلة اللي صارت بسبب هذا الخطأ. من مرور التاجيات بالعاصمة الحبيبة بغداد راح تشوفون تكدس مئات السيارات قرب دائرة المرور بانتظار إنجاز معاملاتهم واستلام أرقام السيارات واللوحات، وهذا الشيء دا يصير بوسط انتقادات للوضع المزري اللي موجود خارج الدائرة. ازدحام، ماكو أماكن مخصصة للوقوف، يعني ماكو جراج يوقفون به، ماكو باركات، هذا اللي يضطر الناس أنه يركنون سياراتهم وين؟ بنص الطين وبنص المستنقعات اللي داير مداير الدائرة. تعالوا نشوف. مع مرور التاجيات، هاي مرور التاجيات، هاي الناس جاية. شوف السيارات طبعا يمكن ما يقارب بالخمسمية سيارة، أكثر من خمسمية، وواقفين من الساعة بالستة لحد الآن. شوف وين واقف باوة، شوف وين واقف بياطيني في سبيل، حتى هذا مو كمل معاملة، لا هذا استلام الرقم، يشدوا لك الرقم بس. ومن الستة اللي هسه، وهاي الناس شوف كلها فوق الخمسمية سيارة واقفة، فوقها تتكود، ما أقدر أصعد فوق، كان راويتك. شوف 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 السيارات وين واصلة، شوف الدنيا، شوف الخيسة، شوف الطين. هذا مرور التاجيات بس استلام الرقم، ما عندهم شيء، مو معاملة، بس يدقوا لك الرقم بس. هاي باب دائرة مرور التاجيات. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، أول تعليق موجود أنا من فيسبوك أمير محمد، الاختناقات راح تزداد مع مرور السنوات القادمة بسبب فشل الحكومة والسماح بالاستيراد. المحامي محمد حمدان يقول: كارثة والله العظيم، مع كل الأسف شغل عشوائي ومخربط. الشاعر كريم الجبوري: مدير مرور النجف لا يعلم ماذا يحدث في شوارع المحافظة، ولا يدري إن كادره 90% في التقاطعات لا يعملون، مهتمين بالموبايل أو الحديث مع بعضهم البعض. أبو محمد رضا الزياري يقول: راحة المواطن آخر ما يفكرون به. هاي تعليقات الناس على هاي القضية. مشاهدينا الكرام، كسبة بمحافظة كربلاء يشتكون من ضريبة الدخول إلى واحد من شوارع المدينة، لأنه هذا الشارع حتى تقدر تفوت به بسيارتك لازم تدفع 10,000 دينار عن كل سيارة حمل تعبر من إحدى السيطرات بالمدينة كضريبة إلى المحافظة. لكن المشكلة والطامة والمصيبة الكبرى أنه هذا الشارع ما بأي خدمات، لا بعواميد إنارة ولا تبليط، وعبارة عن شارع ترابي، ومع هذا كله يتم استحصال ضرائب من السائقين. خلونا نسمع. أنا 5 أيام الدورة صدق حتى دوما ننزل حكى في لك العباس عمي، ملينا، لا واحد جانا، لا واحد باوع عنا، لا واحد يصل لنا. يا صدمية وانا اجا قال لا ما يوم الثالث لما فكت الساحة ارقعكم بشيلات، ومرت جانا جانا اقول لك خلي يمن يمن الفقير ويروح، كان فقير شاكل. انا ابني وياي مبطل من المدرسة، ما اقدر امول الطفل والطالب والغيرها والكله، انا اطلع لي ب20-30 ألف، الاذني تقول ياخذون مني، كان شاكل. الى محافظ النجف الاشرف، الناس اللي يشوفوهم حاليا هم كلهم كسبة، اللي قاعد بإيجار واللي عنده عائلة وعائلتين برقبته، الجماعة سواق وسواق لوريات للسبويس، قبل ينطر 5,000 على السيارة على مود تعبر المل للمحافظة، ما عدنا اشكال. حاليا هسه اجى 10,000 دينار اللي يشوفوه هو هسه حاليا، كرفان الاول 5 وهذا كرفان الثاني ينطر 10,000. ليش؟ اجى اخذها مستثمر ما يقارب $1,650,000,000 عراقي. الناس كسبه من ينطل 15,000، اريد اشوف شنو ربحه. دابل واحد. زين
انت موفر له اناره بهذا الشارع وحده. اثنين، انت موفر له شارع زين وتاخذ هاي المبالغ حمله زين. انت طرق والجسور مو دائما تاخذ من عنده، لا اكو ضرائب بالمرور هم ياخذ، ما اعرف. اذا هذا الوصل اللي يشوفوه حاليا كون مبلغ الجبايه 10,000 دينار. الناس لما شافت هاي الفيديوهات او هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع. اول تعليق من الحاج ابو حسين خليفاوي السائق: انتهى من 2003 لحد الان ضرائب وطرق وجسور ورسوم. ابو ليث العبودي: اخوان هاي الكرفان الاول ياخذ 5,000 دينار والثاني ياخذ 10,000 دينار، يعني يصير 15,000 دينار للدرب الواحد، وقلكم الله اكبر الله اكبر، هاي عصابات تسليب بوضح النهار. محمد العابدي: يدري المحافظ اضراب السواق يدمر اقتصاد النجف؟ لو ما يدري، لان رمل السبيس وحصو المواطن المتضرر الاكبر من هذا الاضراب على مود ايش كم حرامي تاذون الناس كلها. اتقوا الله يا معودين. علي الذهبي يقول: والله دخنا بالعراق حتى سبيس ما خلص من الفاسدين. كان هذا تعليق الناس على قضيه ضرائب المرور اللي تفرض على الناس في العراق بسبب السياسات والإدارات الخاطئة. أحييكم وأحيي قناتكم المواجهة الصادقة وجودكم، وأقترح أن تزيدوا في توجيهكم والتثقيف فيكم بأن المسلمين ليسوا ضد اليهود فهم أهل الكتاب، وإنما هم ضد الصهاينة الإسرائيليين المحتلين. إن شاء الله. شكرا جزيلا، وهذا كل ما موجود ويانا بحلقة صوتكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة باكر ومواضيع أخرى بنفس الموعد. في أمان الله.